شكل المعرض الدولي لصناعة الجلديات والأحذية سيلا الذي انطلقت فعالياته في مدينة المعارض أمس الأول مناسبة لإعلان عودة صناعات الأحذية والجلديات إلى العمل والإنتاج من جديد. المعرض الذي شاركت فيه نحو 150 شركة سورية وعربية وأجنبية ويمتد على مدى 4 أيام يعد منصة للترويج ليس لمعروضات المشاركين السوريين فقط بل لقطاع الصناعات الجلدية في سوريا. وكان لوكالة سانا جولة في المعرض التقت خلالها عددا من الصناعيين المشاركين والمعنيين بتنظيم هذه التظاهرة. المعرض له أهمية كتير كبيرة من خلال دور الصناعيين المشاركين بالمعرض هذا، وطبعا الدورة الماضية اللي كانت بشهر 9 2018 كان في إيجابية عالية من خلال التجار اللي حضروا من الدول العربية وشافوا المنتج السوري. طبعا الحمد لله رب العالمين، سوريا قوية جدا بصناعتها مثل ما هي قوية بجيشها وبقيادتها. الصناعة السورية صناعة صامدة وقوية. عندنا معمل صناعة الأحذية، جميع الموديلات منوزع لجميع الأقطاع العربية، وهلا إن شاء الله بهالسنة إن شاء الله اشتراك كويس والمعرض فيه إقبال من جميع الدول العربية، وكانت المشاركة كتير كويسة، وإن شاء الله بنتمنى على طول وترجع يعني إن شاء الله البلد أفضل وأحسن. الله، هو بالنسبة للمعارض يعني بتساوي نقلة نوعية بالسوق، يعني بضاعتي موجود انا بحلب واطلع بطلع لهون، بيجيني من المحافظات، بيجي زبون خارجي، بصير انتشار البضاعه، ضل ايجابيات الموضوع اكثر من سلبياته، وان شاء الله هو التوفيق رب العالمين. اهميه المشاركه، طبعا بدنا نظهر الصناعه الحلبيه وصناعه تطوير الصناعه الجلديه كلها بجميع مستلزماتها، ان كان لوازم الاحذيه او من التصنيع في مدينه حلب او بدمشق. أهم شيء تصدير وإدخال القطع الأجنبي للدولة السورية وللدولة اللي هي عم تسير الأمور كلها، ويعني إن شاء الله بنتأمل بالأمور تسهيلات كثيرة اللي تأملنا إياها بهالأمور بالنسبة للاستيراد والتصدير. بالنسبة للصناعة عنا معروفة إنه بنشتهر بصناعة الأحذية، بس يعني الحرب اللي صارت والأزمة اللي صارت بالبلد تغيرت نظرة الدول المجاورة لنا، فهذا الشيء خلق بدنا نساوي معارض جديدة مشان نعوض النقص اللي صار بالبلد. طبعا هذا الحكي بده إجباري، بده جهد وبده شغل وبده عمل ومثابرة لأنه مشان ترجع الثقة اللي كانت بينه وبينه. أكيد نحن شركة مختصة، شركة استيراد وتصدير، شركة شحن دولي، نشحن بين سوريا ولبنان والعراق والأردن وكل الدول العربية والأجنبية. نحن مشاركين بمعرض سيلا للدورة الثانية بعد انقطاع دام 7 سنوات بالمعرض الثاني بمدينة المعارض، ونحن دورنا هو تربيط العلاقة بين التجار والوفود اللي جاي من الدول العربية وبين الصناعيين الموجودين، تأمين وسيلة النقل، تأمين خدمة توصيل البضائع من سوريا إلى البلد اللي متواجدين فيها التجار والزبائن.